لما نروحوا الانتخابات وتكون حرة ونزيهة وتفرز كتل برلمانية حقيقية، كتل برلمانية تعبر عن الإرادة الشعبية والسيادة الشعبية، تنطلق فيما بينها في الحوار لوضع خارطة الطريق في كيفية توسيع مجال الحوار تحت رعاية سيد رئيس الجمهورية، تنظيم ندوة وطنية للتوصل إلى عقد وطني جامع. ان كونتر سوسيال كونسونسيال جامع يحفظ حقوق الجميع ويؤمن الانتقال الديمقراطي الكامل. من الحزب اللي رايح الحكومه بلا دراهم هذا مش رايح الفسحه، اذا راح يكافح من اجل بلاده، ايوا كافح، راح يكافح، راح يناضل من اجل بلاده. شو انا نقوله في الرؤيه السياسيه؟ نتحاور ونتفاهموا ونسكنوا الجبهه الاجتماعيه، با نطلعوا البلاد، اذا كفاح شديد هذا.